عايزه اعرف رايك في الدور المجموعات طبعا في دوري ابطال افريقيا، عايزه اعرف رايك مباراه سهله نسبيا للنادي الاهلي ولا ممكن تكون صعبه بعد المريح السوداني؟ ما كان فيه تدعيمات يمكن في الفتره الاخيره هيبقى جاهز لحامل اللقب وبطل افريقيا، شايفها ازاي؟ اولا المجموعه الاولى انا يعني بشوفها مجموعه صعبه وليست يعني بالمجموعه السهله. المريخ السوداني بطل السودان 3 مرات على التوالي، يعني مسيطر محليا، كل احلامه رابطه الابطال الافريقيه، يسعى منذ 3 سنوات للوصول الى دوري المجموعات، هذه السنه وصل الى دوري المجموعات، قام ببعض الانتدابات، لاعب كونغولي، لاعب نيجيري، جامايكي ويوغندي وبعض اللاعبين المحليين. ممكن من الاشياء السلبيه تغيب بعض اللاعبين ذوي القيمه العاليه مثل احمد التش، يعتبر من احسن لاعبي المريخ، نتمنى له الشفاء العاجل، موجود يتشافى في قطر أكيد. كذلك رمضان عجب ومحمد الرشيد. ممكن الفريق لما انا مسكته في الفتره الماضيه هناك يعني خروج بعض الركائز او تغير ملامح الفريق وخروج بعض العناصر صور لحضرتك في المريخ السوداني ويعني بعض اللعيبه اللي كانوا يعني ركائز الفريق، فقام ببعض الانتدابات لاثراء الفريق ودخول مغمار دوري المجموعات بفريق متكامل، كذلك قام باستقدام المدرب نصر الدين النابي الذي اراه يعني مدرب جيد ومدرب كفء، له شهادات عاليه في عالم التدريب ومسيره محترمه. ممكن الوقت الوجيز لاعداد الفريق هذا ما يجعله يعني في صعوبات، اول مواجهه امام الاهلي، نعلم جيدا يعني بدون مجامله انه جميع الفرق على مستوى افريقيا لما تلاعب الاهلي تعلم جيدا باطارها الفني وبلاعبيها انها مباراه صعبه جدا، انت تلاعب فريق من حجم كبير، فريق شخصيته قويه في الميدان، فريق هجوميا يعني قوي جدا، ماكينه تهديفيه، فيرى جميع يعني المحللين او جميع الاطراف انها مباراه سوف تكون صعبه بالذات للمريخ السوداني. ممكن الوقت ليس كافي لتحضيره كما يجب من ناحيه المدرب، لكن انا اشوف انه المريخ السوداني حاليا بالفريق المتواجد وباللاعبين الذين يمتلكين يعني قدرات جيده وقدرات فنيه، ممكن بتاطير ولمسات تكتيكيه للمدرب ممكن قادر انه يدي مباراه يعني فوق المتوسط، وانا اعتقد انه كل طموح المدرب انه يرجع للام الدرمان بنتيجه ايجابيه، انا اعتقد النتيجه هي تكون التعادل، اكيد سوف يطمح للفوز لكن الفوز لن يكون سهلا. قدوم الاهلي من مشاركته العالميه واحتكاكه بانديه يعني انديه عالميه هذا اعطاه شحنه معنويه، نشاهد انه حاليا الاهلي موجود في نقطه ايجابيه جدا، في نقطه مشرفه، في يعني احنا نقول بلغه الكره الفوز هو الذي يسحب او يجلب الفوز، المعنويات الجيده هي من يعني لها الافضليه حتى يعني تضعك في مكان جيد. الاهلي يعود من الدوحه مستفيد كذلك في تجربته على المستوى البدني، على المستوى الفني التكتيكي، المباراه سوف تكون في دار السلام هون في القاهره يعني في ميدانه، لن تكون سهله، ممكن بعض الغيابات مثل غياب الشحات وغياب علي معلول، اكد الطبيب انه اسبوعين سوف ينفذ للشفاء، كذلك وليد سليمان، انا اعتقد ان له زاد بشري واسع موسع قادر لتعويض هؤلاء اللاعبين، والاهلي جاهز من جميع النواحي، المباراه سوف تكون صعبه نوعا ما للمريخ اكثر للاهلي.